اخويا احنا مريحين في الطوموبيل قدام المنزل ديالي انا والمدير وكيل اللائحه، حتى تفاجات انا ببلطاجيه ديال الاحرار بعين سبع بلطاجه منهم واحد عضو كبير في الاحرار فرانا وضربوا المدير راه الطوموبيل مهرسه كانوا غيقتلوه هرب خلاني شدوني طحنوني عصا كيضربك ربي لي العصا كيضربك كتقول هذه الموت اتقوا الله اتقوا باك ضرب 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 حشومه تا طحت ما عقلتش على راسي تداتني لابيلونس جا وقف تما شتا الكوميسير جا من موراها مابقيتش عقلت لا كاين جوج طوموبيلات وموطور واحد عنده جنوي في الموطور في امان واحد جا النوبه الاولى وجاو جوج طوموبيل واحد مول هو اللي تبع المدير هرب تبعو بالطوموبيل قال لي غنقتلك والاخرين شدوني ليه مع موظف في الملحقه 50 موظف بالملحقه 50 هذاك الشو ضربت عليه في عينه وهبط الاخر بالزرا ما عقلتش على راسي انا ما باغي نطرح السؤال سوى ربما ما انتخبت انا ربما تعاطفوا معايا الناس ولا ما عرفتش هذا هو ربما الفكر واني ما ندخلوش لهذا المستوى الا كان الاحزاب وصلوا لهذا المستوى بنادم عايش مع راسه ويحيد عيب عيب هذا كنشوفوه في الافلام انا ما تنعرفش هذا الشيء اكون عرفت انا ما نخليش انا صحتي تيتم على ثلاثه الوليدات وهارب نجري ويصلخوا فيا ضرب 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 كيضربك الموت تقول هذه وبهذا لاج صاحبي حرام والله بنادم يستحي راك يلاه تعذبنا في هذا الضرب انا ما غنبراش من هذا الشيء لان ما صدقتوش قدام الملاء والناس كتطل من الفوق وانا كنتصلخ السبب والهدف وانت واش انا بشر تن الله راه خالقني وانتخبت وهزيت على العتيق ديالي وانا كبشر تصلخ امام الملا حرام وعندي 51 عام راه من العيب هادشي راه كيستحي نادي مستحي من راسو كنطلب انا من القضاء ياخذ لي الحق راه درت الاجراءات ديالي باش ياخذ لي الحق لا اول مره وانا نسحب هادشي قلت لك ما نمشي ما نديرش كاع انتخابات الا كانت هكا فيها التهديد دابا انا ما نمشيش نترشح شي غزه طبعا انا عندي غزه خصني نصوت انا ما نخوفوش داري غيوليو يقتلوك هذوك راه هازين راه هازين الزراوط حدا غزه يعني ربما عندهم واش عندهم الضوء الاخضر انا ما فهمش واش عندهم الضوء الاخضر اولا شي حاجه انا ما فهمش بالزراوط امام الملا راه كيهبط من امان واحد يهبط هنا ذاك الدري استمر بالموطور صح وتجي انت تقرب اي تفوت دارك كيجي لك بجنوي ولا يجي يقول لك غنذبحك نفعل لك فمن العيب هذا الشيء من العيب بنادم يستحي من الله والغريب في الامر هو موظف ديال الدوله وجيت انت كتبلطج في الملحقه 50 يلا موظف ديال الدوله تابع للدوله وديال البلطاجه من العيب السلام عليكم يوم اقتراع ديال اليوم ظهرت واحد الظاهره خطيره وخطيره جدا من بعد واحد السيد غليظ القامه كيدعى دير زراوط في السياره وكيتهجم على عباد الله بالضرب ضرب واحد داتو لومبيلونس راه كيعيش واحد الحاله مسكين يرثى لها كيتهجم على منتخبين في المنازل ديالهم احياء ديالهم بالمدارس كيبتزز الناس باش يصوتوا اللي بغاه هو شفنا واحد شي حوايج صراحه ما كيشرفوش الانتخابات النزيهه اللي عندنا في البلاد حنا كنطالبوا بفتح تحقيق ضد هذا السيد هذا راه تحدى الحدود ديالو وهذا السيد هذا راه هو اللي خارج على ذاك الحزب اللي كينتمي ليه وهذا السيد هذا راه هو اللي خارج على السيد راه صراحه واحد الانسان اللي هو الله عمرها دار وصراحه كنشكره بهذه المناسبه ولكن في 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 ضد هذاك السيد اللي كيدير حمله انتخابيه هذاك عنده السمعه سيئه في المنطقه بالفساد ديالو بجميع الامور اللي كيدير هنايا في المنطقه وهذا الشيء وقع واحد الصداع والزراوات والتهجم على عباد الله ودابا حنا عندنا فيديوهات كتوثق وحنا كاملين غنراسلوا الوكيل العام وغادي نديروا شكايات باش تفتح تحقيق وبغينا القانون باش يتخذ المجرى هذا السيد هذا راه تحدى جميع ساكنه عين السبع بالفوضى ديالو والسلام اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله